طبعا مضيناها وجدناها يوم خرجناها من تحت الانقاض، اشرت لنا كذا وغمضت، عرفنا اني بخير. قلت شلوا هذا اسعفوها، ما كنتش عارف حتى شكلها. جت البنت عندها، كان عندها رذوذ في الدماغ وكانت في شبه غيبوبة، كان عندها كسور في الجمجمة وارتجاج في الدماغ مع كسور في الوجه وإصابة في العين اليسرى، وعندها رذوذ وإصابة في الركبة اليسرى. صار بكل الايام.